كلنا رجت مقال هبون دا ودي يلا هلكان واد المرنجيس كسور دا واد وركي وجود بيا سومالي دي عالم كقد بدا وجوه وين وركي إن حلي جنات كده وين دونتان وح قب كنا قن جد دولة مرايك كامل مرن شاقون سك سومالي لان كل ما حساسي ولا بدا دنع مسؤولين كودا ترسنا يشان وحيا بها أي كهلا نيا حلي جل وجود واقع يجوان كسر بحي حكومة دا واشنطن وركي وجود بيا كسب سنة جن هلكان كوسو جد بنت نقد بدا كلا وركي إن حلي جنات كده وين دونتان وح قب كنا قن جد مدحونها سومالي لان مصبيح عبدي وكل ما جرجر مجال ده هرجس كل يلان جا مسؤولين كترسان حبناها معارض كي يسيدو كلا حبناها حكومة دي سوحيا بها دين عيدا اي دونيا ان لسوق من قبايا يسيدو كلا رنتو دورا شدا حيصدا كلا لتيو مركلا سيحو غيسانسا عالكان ايان ان كوكوسو قد بندونا اي هال ديقنين او لودري او الرادة سياسي دي كاتر ديقانا دا سومالي لان قوان كي وقود دن بايا او حكومة دو ارنتان اي كقاريس وحكو سابسان هالكان اياد كقبقان دون طيب مقال كان هدو كسو غارة سيشير غري نوكو سابير غيب كان نغو صاحب دا سيدة جوكتا ده نوكو حران اي مرغل بيه لحوقها اي معلومات كا حساسي هالكان اي سوق لنو ايحارة تادان قيبت غوسي نقوله وذاك دل مرنيوز عديا نكون بلونا الدولة المريكة كوكام إذا وده بدأ سيدنا وقتا جرى شمال لان أي شكت إنا مال مرنا سو تدبادي هذا سو هذا أقونس كجمد حبنا نز شمال لان أيضا اعتراف كان مدد دل رادينا جي وقت فر بدن وكم بحس المر كان شمال لان أي شكت مرنا بقى أنا سنك قوسن دون إنك قول إيش قارنت أن يسيدو كلام المرنتا ورشيا شيء دد لدا كلا دوان اللي قل يا ما دام ترى وحيا ببدن الله بخن يدنا عيدا نسي وذا ترى إنا هو مال وذا دكان لقنا شقى يمر والبسيد اللي قش شغلها كورت جدا وحيا بها مركزي هرت ذكرى أنا حرير كلا بدر دنا عبر برصيد وكلنا قرشا وذا خذ لذاني أي خوص دعكوا جمادن سومالي لان مدو ينك اوغودن باية مسوليين تدى الدبلوماسيين تهى كشاقا يو سارد داري مها الدبادة وحي اوودو دو قبضان اسوكو غيري جان وادا خدالادا اي كولا تيران الدولادة مرايكن كا يسيدو كلا حبنها اچانيب تهى وادا مدى كلا دوغان اي عالم كاكا سوچه دا سي مركاسي اقوانسي اي كاكي هشد دولادهان مرايكن كا يان روحا وشاقا ينو سور لغوين يوغو آنك سومالي لان اي قادتي يددال كي كوب بحينا سارين تر مادام اي تيران حلغان قار كم بدا قوضا بدي خوري لوغا وادا خلي كواسيو انتو دم بدا مرا دلي سومالي لان اي كسو بحد شروضها وكو حرا مرايكن كو يكو ادن ان اعتراف كدا سيدنا با اي قوهلي كرتو دولد مدحونا جو بايدن اوهو قاميو مسوليين كاترسن وسارد داري مها دبادا يانا وحاي شاقان ان مال مها سوا دن وسارد دو اي كنا واقد دونتو ورشاها وحلوغا بدل يهاب كلور رادن يا غونسيقا سو ماليلان اي سيدو كالاقو آنك دولد مرايكن كارن تانا اي كاقارتي حقو خوصي واللوغو اوغا دي سلامركان انو حاقجيان مسوليين كاترسن دولد دا يانا وحاي نوغو شاقان ان ارن تان اي تاي مركاسي ان لدن معسيهي ورشاها لوغو قولسان اي مركاسي لدونا يدن عيدان ارن تضا ان حلوغو سود بالا ما داما jiran dadal dheeraad oo dhinacyada si wada jir ah kaga shaqaynayaan arimahan marka la fiiriyo go'aankana waxa muuqata Soomaaliland iyo dhinacyada kale si wada jir ah inay ugu goleysanayaan meeshana laga saari doono xilligan inta badan arimaha soo noqonaya iyo sidoo kale waxyaabaha qorsheeyay kara markan xiisada labada dhinac inay si xoogaysato sidoo kale dhibaato iyo saameyn aan wanaagsanayn ay ka dhalan karto madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa arintan loo gudbiyay waxaana uu sheegay dawladda Mareykanka inuu ku kalsoon yahay qorshaha iyo tilaabooyinka wada ee ku aadan arimahan maadaama jiran waxyaabo badan oo loo baahan yahay si wada jir ah in lagu goolaysto diiradana loo saaro dadaalada ugu badan ee la bixinayo iyo qorshaha dhinacyadan ay doonayaan ayaa ah markaas sidii loo qaadan lahaa go'aanka wada jir oo looga dhabeynayo xilligan dadaalada socda iyo sidoo kale ku goolaysiga waxa ay doonayaan markaas in si wada jir loo wada qaato Soomaaliland iyo dhinacyada kale ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen inay ka shaqeyn doonaan arimaha markaas loo baahan yahay in markaas si wada jir loo qaado dhigo meeshana looga saaro dhibaatada xilligan taagan maadaama ay muhiim tahay xilli walba in lagu goolaysto arimahan sidoo kalena dooda dhinacyadan wadaan ay tahay in laga shaqeeyo sidii mar walba looga fagaan lahaa wax walba oo horseedi kara dhibaato iyo xasilooni darro xilligan dib ugu soo noqoto mar kale deegaanada Soomaaliland taas oo horseedi karta Mareykanka inuu go'aan kale ka qaato xukuumadda Washington oo muddooyinka ugu dambeeyay la hordhigay qodob xasaasi ah oo ku aadan markaasi heshiiska labada dhinac ay gaarayaan arrimaha qoysiga ayaana waxay qaadanaysa go'aan kama dambeeyso arintani ay ku soo gabagabeynaysa iyadoo sheegtay xilligan wixii ka dambeeya in markaasi aysan sii socon doonin doodaha ku aadan maalmarinta aqoonsiga iyo madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ayna qaadan doonaan go'aanka ay u arkaan dhab ahaanshiyihiisa midka ugu saxsan kaasi oo la doonayo in lagu guuleysto sidoo kalena Soomaaliland ay ku hesho madaxbanaani iyo aqoonsi dhameystiran Mareykanka iyo sidoo kale wadamada kale ee caalamka Soomaaliland taageera ayaana waxay sheegeen xilli walba inay markaas ku mashquulsan yihiin qaabkii arrimahan looga dhabayn lahaa iyadoo rajada ugu weyn laga qabo arintan ay tahay sidii loo meel marin lahaa qodobada iyo dadaalada gaarka ee dhinacyadan ay bixinayaan Mareykanka oo horay u meel mariyay qodob xasaasi ah oo markaas dhanka Soomaaliland kaga yimid ayaa waxa uu sheegay xilligana in rajo weyn uu ka qabo markaas ku guuleysiga arintan iyo sidoo kale qaadashada go'aan loo baahan yahay
إن مركز الدين عيدان أي سوى ذكرة إن أي وذا قاتان دولد واشنطن مدعوانة جو بايدن وهقاميو حركة كلاد حاجة سومالي لان ومتسي وين أسيحو غيساني معلم بمالين تكدن بيسا وحيونا قاري هالكي وقسر ريسي أيضو قرشها اللبادة دين عيدان أوها من مركزيس انتو دوقو بادن الدين عيدان دونيان إن أي كقالان قولي استراتيجية ماشنا لغسارو انتا بادن دادالد لدونيو إن مركز اللبال مريا أيانا كوى دين عيدان أي دونيان إن أي مركزي وذاقاتان دعوين موسى بيح عبدنا يسيدو كله قاميها دولد مرايكنكا أي مركز وقودن بيسا كولانقارا أي كيا لندونان مرايكن كوى ميد كميدا ودامات السيدو وين إشو قوهايا عرمها قد يد يمد أحبنان دسو ماليلان أسوغو خوري مركزي وغد بكال دوان كاقصو ساري شاقين حلو والبئلو باهنياي إن لقاتوكو آنو دبا هو سوء اللغة فكرية شريطانك مستقبل كدبتا إيسو ماليلان قادة شدقو آمدا لدونا يو إن أرنتا لغو سوء قبنقبا يو يسيدو كلاكا فكريدا وحيا بها اللوبا هيا مركاسي سوء ذاكرا إن مالا اسكولا وضادقو سوء ماليلان يو ودى مذاكرا إيه مركاسي عالم كا إيا سيدو كلا إشاكو هيا حلغان سوء ماليلان باهيدا وين يوقبتو إن اعتراف كدا يكون قريسيتو مدى صدن يدور سنة كدب وحانا مدحونا جو بايدن تان إيا مركو قبتي تلاد سوء ماليلان حكومة دهر قيسو أفرمي إلا عصوبة وذا هذا الذي ذا يكون سيسعوسين كرتو أجدو خلقا سيكون سيقناد مدست الدبادية إركيقا عرمها وذا خدلاد أقبلسان سماري لان يسيدو كلا ودى مدى كلا عالمك مروى أدنى آدن إسماعيل تاسيوها مركا سوحبين توقفر فرعون إدى ذا لذا أقوبة ذا كن بحزة كن قول إستيقا عرمهان وعقاك دا وذي الوحادة سعوتنا ورركا چانل كينا دلمر ريوسي مركانا خاديا نيقنو حكومة الصومال لأن مدحونا مصبيح عبدي وهجامية يا كهذا الشقار كم إذا قد بدأ حساس جاي كوا دنا رمها دور شوين ككواسي ومدوين كوجود بيجد لا عم حقنا يكسر لابتن حكومة مدحونا بيح وحلوجي أدينا جينا يدون سمر كاس دور شذا وقت قالوا قط رجع لنا سمك قبل شذا كلنا حبناها معارض كأيكوها يسمر كاس دباتو يفر بدن يا عقبضة سمك قيب كلي كن دور شذا كلنا حساس يو كنا عيارون تما دحت يضا يا وحلوجا هلقاب كمر كاس عرنتن لوجا جهل بهلا حد نعيدا نسلمر كنا لوب بهن جاي سوى ذا ترى دنعيد سوى مريلان أي قصي سد الرشيد ذا يكوى ذا شقيان نحونها سوى مريلان أولوك اللي مركاسي وثير ذا أرمها قدها يسيدو كلا مركاس أرمها دبدا ياكلها لي ورشاها اللوبة هنجا مركاسي قيدقة دور شوين كإن لغو سعوسيو أيضا لغو سهمين يوم يلا عصبو مركاسي دور رشيد لدونا جي إن لغو قبتو لغونا جهانا جا حلقان مرحلة دو كتير دلك أيضا اللي إيقو يا عقبتها كوكا دامان يسيدو كلا مركاسي قارك ومذا قدبوذا أي تاي إن لوفير يارنتان kulan kan waxa uu ku soo beegmayay ayadoo commission ka doorashooyinka Soomaaliya sidoo kale looga baaqay in ay tii degdeg ah ku tagaan xarunta madaxtooyada madaxweyne Muuse Biixi Cabdina ay qaabilan kulanka asagu uu ilaamiyay iyo sidoo kale meel marinta xeerarka ku salaasan doorashooyinka ee labada gole ee qaranka Soomaaliya ka soo gudbay ayadoo madaxweynaha dhawaan la doonayo inuu saxiixo qaar ka mid ah qodobada saajana waxa meelada ka istagay xubnaha mucaaradka oo dooddi ugu ballaareed ka qaba abo ugu horeeya xisbiga wadani kaasi oo sheegay dawladda Soomaaliland madoyinka ugu dambeeyay hoggaanka ugu sareeya inay ka shaqeynayaan qorshe ay ku burburinayaan sidoo kale inay isaga horkeenayaan madaxda sare ee dalka taasi oo ka fiirsasho weyn u baahan hadii sidaan ay wax ku sii socdaan cawaaqib xamo xoogan iyo saameyn aan wanaagsanayn ay dhinacyadan ka dhaxlay doonaan gudaha dawladda wararka kala socoteen channelkan dalmar news waa naganta muqalkan dug soo garasi share gree nagu soo bir qayb ka noqo saaxiibada sida joogtada nagu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkan aan soo galayno mahadsanidin.